بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 4، شوف المقطع السابع. شوف لامينار اند تربلنت فلوز ذا سيجرت سموك. لاحظ عندنا هذا السيجارة، تلاحظ أنه الدخان بعد كم سنتيمتر، يعني مسافة القريبة من هذا السيجرت، تلاحظ أنه لامينار فلو. إيش معنى لامينار فلو؟ تلاحظ أنه سموز، الحركة هذه تمشي بيه سموز ستريم لاين، يعني لاحظ ماشي بشكل منتظم وكأنها خط واحد. and highly ordered motion، يعني الحركة هنا حركة منتظمة، بحيث أن إيش، وين اتجاهها؟ كلها في هذا الاتجاه. لكن بعد هذه المسافة من هنا وطالع، تلاحظ أنه في fluctuation randomly in all direction، تبدأ الحركة عشوائية وتتجه في جميع الاتجاهات، مرة في هذا الاتجاه، مرة في هذا الاتجاه، and continuous its journey toward. وبعدين ما راح تحصل في لامينار بعدين، لا، يظل دائما تيربلنت. إذن بالنسبة للتيربلنت قلنا velocity fluctuation and highly disordered motion، حركة غير منتظمة فوضوية. A careful inspection of flow in a pipe refer that flow in a pipe. عندنا pipe refer that the fluid flow is streamlined at low velocities. يكون laminar لما تكون السرعات قليلة، لكنه يبدأ حركة عشوائية as the velocity increased above. كلما زدت السرعة فوق، طبعا فيه نقطة ينتقل منها من اللامينار إلى التيربلنت، فنحن نسميها كريتيكال فاليو. فوق الكريتيكال فاليو هذه يبدأ التيربلنت. طبعا الترانزيشن إيش هو؟ The flow fluctuate between laminar and turbulent. المنطقة اللي تكون إيش؟ الفلو فيها ما بين اللامينار والتيربلنت. Most flow encountered in practice are turbulent. أغلب fluid flows اللي تشوفها في الحياة العملية أغلبها يكون turbulent. لاحظ هنا في عندنا fluid flow جاي في هذه البايب، وهنا ودنا نعمل injection لحبر معين نحقنه داخل هذا fluid flow. فتلاحظ أنه لما تحقنه بسرعة قليلة، يعني عادية low velocities، لاحظ أنه يمشي إيش على شكل uniform streamline. لكن إذا زدت سرعته صار كأنك كأنه بخاخ لهذا الحبر داخله فلويد فلو، وبيصير متبعثر في كل ناحية، وبالتالي هذا اللي هو تيربلنت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.